يعد تهيج القولون العصبي من الأمراض المنشرة والمنتشرة التي لم يجد لها الأطباء علاجا إلى الآن. نعم، تهيج القولون العصبي هو اضطراب وظيفي للأمعاء الغليظة، ويؤدي إلى إما سرعة أو بطء حركته، ولا يوجد لها تفسير دقيق من الناحية الطبية. يعد الحل الأمثل لعلاج القولون بتجنب الوجبات الغذائية المسببة لتهيج القولون كالبقوليات والأطعمة الحارة أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة دهون عالية. كما يجب تغيير نمط الحياة وإعداد جدول للوجبات الغذائية. أرحب بك من جديد معنا استشاري جراحة القولون ورئيس التنفيذي لمستشفى نور دكتور طه إبراهيم. دكتور، أولا يعني هذا الموضوع الذي يعاني منه الكثيرين، يعني لماذا لم يجد الطب له حل بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أولا الجواب من خلال المقدمة اللي تفضلت بها أنه هو اضطراب وظيفي وليس اضطراب عضوي. الاضطراب الوظيفي له مسببات كثيرة، قد يكون لها علاقة بطبيعة العمل اللي الإنسان يقوم به، لها علاقة بالطبيعة الهرمونية، طبيعة الغذاء اللي يتناوله، فبالتالي لا يوجد تفسير يعني خلينا نقول عضوي لهذا الموضوع، بالتالي يقال عنه اضطراب وظيفي. أنا أحب أشير إلى نقطة مهمة جدا، أنه هذا الاضطراب الوظيفي هو شائع جدا عند الناس، أنه لما تسألين أحد المرضى يقول أنا عندي قولون. طيب هذا الكلام أنا أعتبره غير دقيق بالمرة، لأنه أمراض القولون هي جزء من أمراض الجهاز الهضمي. يعني إذا أردنا تعريف الجهاز الهضمي أنه هي وحدة متكاملة تبدأ من الفم إلى قناة المخرج. فبالتالي إذا كان هناك عدم مضغ للطعام جيد، ربما تكون هنالك مشكلة أخرى وليس فقط القولون. بالتأكيد. يعني ومن هنا ربما يجب أن نحدد ونخصص الحديث، أنه تهيج القولون العصبي ما هو بالضبط؟ ما هي أعراضه؟ ما هي أسبابه؟ بالتأكيد هو يعني يعرف بأنه هو نوبات من التهيج تصيب الجزء الأسفل من الأمعاء الغليظة وتؤدي إلى أعراض معينة كوجود إسهال مع اضطراب بانتفاخات، وجود انتفاخ في البطن بعد الطعام، عدم راحة، وأحيانا ألم في البطن أيضا. ألم في البطن طبعا، وأحيانا تلجأ المريض إلى الحمام بعد استعمال يعني بعد الطعام، وتكون محرجة جدا خصوصا في أوقات معينة بالنسبة للناس. لما نجي نشوف هذه الحالة أحيانا تكون سببها هو عدم مضغ الطعام جيدا، سببها أنواع معينة من الطعام اللي تسبب الموضوع هذا. يعني بنجي نعمل فحوصات كاملة، يعني احنا نقدر نوصل إلى تشخيص هذا الاضطراب الوظيفي بدون المرور بفحوصات كاملة للجهاز الهضمي. يعني ممكن وجود بكتيريا في الأمعاء تسبب نفس أعراض تهيج القولون. يعني لا يمكن، عفوا، لا يمكن التمييز بين ألم البطن، يعني إذا شخص شعر بألم في بطنه وانتفاخ لا يمكن التمييز وتحديد وتشخيص أنه هذا لديه قولون عصبي. بالتأكيد من ناحية السريرية لا يمكن إلا بعد إجراء الفحوصات. يعني لا يجي المريض يقول هذه دائما تتكرر معي عندما أتناول الأغذية ذات البهارات المركزة، معناه هذا أنه هو عنده حساسية لهذه المادة، صح ولا لا؟ أو عندما يتناول الخبز الأبيض يقول أنا صار عندي هذه الأعراض. دكتور، كيف نميز بين التهاب القولون وتهيج القولون؟ يعني الالتهاب ممكن أن يكون ناتج عن تسمم. بالتأكيد. هو إذن لازم نلجأ إلى الفحوصات المخبرية، نلجأ إلى لكن تنظير العوارض هي نفسها، ليس كذلك؟ العوارض نعم، العوارض نفسها. يعني مثلا واحدة من العوارض اللي تشترك بين تهيج القولون هي حساسية للقمح، لمادة الويت، تؤدي نفس الأعراض، تؤدي إلى بلوتينج يعني انتفاخ، وتؤدي إلى غازز، وتؤدي إلى إسهال شديد، وتؤدي أحيانا بعض الأحيان إلى أوجاع في أسفل البطن شديدة جدا. لازم أول شيء نجري الفحوصات، أول فحص البراز، إذا وجود فطريات أو بكتيريا أو طفيليات هذا عامل مهم. العامل الآخر ممكن نلجأ إلى تنظير القولون. عفوا، فحص ماذا؟ فحص البراز. هذا واحد من الأشياء. فحص الدم لوجود وجود حساسية عند الإنسان لنوعيات معينة من الأطعمة. ثلاثة، ممكن نجري تنظير القولون وتنظير المعدة لغرض التأكيد التأكد من عدم وجود اضطراب عضوي في هذه المكانات. يعني وجود بكتيريا في المعدة ممكن يعطي نفس الأعراض. لكن دكتور، اسمه تهيج القولون العصبي. نعم. هل الحالة النفسية والعصبية لها تأثير أيضا على الموضوع؟ بالتأكيد. الستريس الكبير اللي يتعرض للإنسان في حياته في تعامله اليومي ممكن يؤدي إلى نفس أعراض تهيج القولون. يعني
يعني بعض المرضى يجي يقول احيانا انا تصير عندي النوبه لما اكون في معزوم في مع الناس كثيرين احس بالحرج ويتجي عند النوبه. بعض الناس يقول انت تجيني النوبه من الاسهال بعد تناول مثلا اطعمه ذات كثافه عاليه من الدهون. اخر يقول لا لما يكون الطعام سبايسي يكون عندي هذا الكلام. فتختلف باختلاف المسبب، بس هي اضطراب وظيفي. اذا سوينا كل الفحوصات وطلعت كل الفحوصات هي طبيعيه، راح نشوف ان القولون بالجهه اليسرى بالاسفل القولون يكون متشنج ولا لا لا يتمتع بنفس خصائص القولون الطبيعيه. اذا هنا ماذا، ما هو العلاج؟ العلاج اساسا وقائي، يعني اذا وصلنا الى تشخيص هذا القولون هو قولون عصبي وتهيج في القولون يجب الوقايه من مسبباته. الانسان حيتعلم بمرور الوقت ما هي الاشياء اللي حتسبب هذا ايش فيتجنبها. مثلا الناس اللي يكون عندهم حساسيه او للجلوتين ما ياكل جلوتين. الخضار ايضا تسبب ب عند مرضى تهيج القولون الورقيات بشكل عام مثل الخس والسبانخ والهذه والملفوف تسبب كلها هذه الاعراض او تزيد من هذه الاعراض. الاكل غالبا المرضى تهيج القولون يتناول طعام بلين ما في بهارات ما في ملح كثير ما في خضار كثير، بالتالي تؤدي يعني اذا هو علاج وقائي. بعدين في وجود علاجات معينه يعني ادويه نعم في وجود علاجات معينه ممكن يتناولها الانسان عند الاحساس بوجود هذه النوبه تخفف من النوبات وتقلل من النوبات. ماذا تفعل؟ هل تخفف العضلات؟ هل ترخي عضلات نعم. القولون؟ بالتأكيد تخفف عضلات القولون وتخلي القولون وتنظم حركة القولون بطريقتين، طريقة مركزية عن طريق تأثير على مراكز العصبية في الدماغ، أو بطريقة موضعية بخلال تنظيم حركة القولون العصبي. طيب دكتور سوري أسفة، ولكن أريد أن أعرف أنه هل لحالة تهيج القولون العصبي هل لها مخاطر صحية جدية؟ يعني عندما يشعر الإنسان بها هل يمكن أن تكون مؤشر لأمراض جدية؟ إذا عملنا كل الفحوصات وتبين لدينا أن هذه الفحوصات طبيعية من حتى وصلنا إلى الناظور وكل شيء طبيعي، لا يوجد لها تأثير على يعني لا تسبب أمراض معينة. لكن إحنا ببساطة ما نقدر نقول هذا المريض عنده قولون عصبي إلا بعد إجراء هذه الفحوصات والتأكد من عدم وجود مسببات أخرى. إذا هذه المسببات تم نفيها فأنا ما أتصور لها تأثير، مجرد إن الإنسان يتعايش معها ويتجنب أسبابها. نعم، كنت معنا في الاستوديو مدير عام مستشفى النور دكتور طه إبراهيم، شكرا لك على هذه المعلومات. شكرا.